تقولوا انتم رجال تخون، حتى نسيت نجم تخون. قال لي راهي كلمتني و علاش ما نولوش نكوبل وكل شيء. كاو مشيت كل شيء بالمكتوب نسيت. تو تجي خير. ما تو جربت وفقت لهم وكل شيء. ما عادش نعطي جنبل حتى واحد. كي نقولوا رجال وزمان ما فيهمش امان، شنو رايك؟ يا والله يا راي كيفية مع انت رجال وزمان ما فيهمش امان. حتى نسيت فما نسيت زاد ما فيهمش امان. اي مثلا كيفاش فسر لنا؟ كيفاش برشا حاجات، فما راجل مثلا كي عارس بمراه تقول له انتم رجال تخون، حتى نسيت نجم تخون. كيفاش نجم تحكي لنا؟ ليه ما عندي ما جربتيش اما ما صارتش عليك؟ ليه ما صارت علي. خانتك صاحبتك؟ اه. احكي لنا كيفاش؟ كيفاش انا عندي صاحبي ومعناتها كل اي حاجه معناتها نخرج انا وياه نمشوا نقبلوها ولا حاجه. اي عندك فيه ثقه معناها؟ اي عندي فيه ثقه. اي من بعد جت مشكله قاسيني انا وياه مشت صحبته. باهي ما حسيتش هوني اللي صاحبك هو اللي غدرك مش هي؟ ليه هي. كيفاش؟ كلمته على التصوحيه مش هو كلم. كيفاش عرفت انت؟ كيفاش عرفت هو يوري فيه في المساجات. هو علمك بالموضوع هذايا؟ اي. احكي لك كل شيء؟ احكي لي، قال لي راهي هي كلمتني و علاش ما نولوش نكوبل وكل شيء. وانت ايش قلت له؟ قلت له امورك انت وياه، معناتها ما عندي ما نعمل لك. كهو ما غضبتكش الحكايه طارت النفحه؟ شكاو مشيت كل شيء بالمكتوب. ونسيتها ولا مازال في مخك؟ نسيتها. توجي غيرها. توجي غيرها؟ اه. وغيرك زادت تعاود تخونك؟ ليه؟ علاش ليه؟ ما تو جربت وفقت لهم وكل شيء. يعني ما عادش تتعدى عليك؟ ما عادش نعطي جنبل حتى واحد. اه يعني طيحت الديفوات انت تو؟ اه. كهو معناتها وليت سنقور انت؟ اي هكاك. وشنو هما الديفوات؟ الديفوات برشا حاجات. شنو هي؟ وليت معناتها كي تشوف الطفله تفهمها. نفهمها. يعني تشوف طبيعتها كيفاه واخلاقها وكل شيء. نجم معناتها توا كي تشوف طفله، نجيب لك طفله قدامك تعرفها هي اسكو باهيه وتنجم تخونك ولا تقعد معاك ولا نخالطها شوي. اه تحكي على التجربه هون. اي نخالطها شوي نشوفها كيفاه، كان الجو باهي توا نصوحب. قديش شوي نتاعك هكاك؟ شنو هي شوي؟ ما نعرفش شوي كيفاه. ومطول توا مصوحب ولا؟ ليه توا ليه؟ ما يرومش. اي قال لك ما يرومش البنات صح؟ ايه هكاك. علاش؟ ما تعجبنيش ما نحكيش معاها جمله، ما نخزليش في وجهها اصلا معناتها. اه قلبك مات انت يا؟ هي كا. قولي قلبك مات عاد هكاك. مات. مالك تقولي ما عادش تحلى في عيني حتى طفل؟ ما عادش تحلى في عيني. وعلاش فما سبب؟ فما سبب من البنيه ذي وبرشا، ومعناتها عندي صحابي كيف يقصوها ومع اصحابهم يمشوا اصحابهم يعملوا حاجات اخرى وكل شيء. حبيتها برشا انت يا ذي؟ ليه مش برشا. ليه حبيتها برشا؟ ليه ولا ليه مش برشا. عينيك تقول اللي انت حبيتها برشا. ليه ولا ليه؟ ليه مش برشا؟ سير ما اعرف. تو زعما كان انت ما حبيتهاش، مش تقعد في مخك تو ما عادش تدور حتى بطفله اخرى؟ اي ما تعلمت، ما الدنيا شنو هي؟ الدنيا تجارب دروس، تعلمت منها هي باش نعرف شكون نخالط ونعرف شكون نصوحب. اه فهمت. وتو كان ترجع لك نجم ترجع لها؟ ليه. علاش؟ كل شيء نرجع لها باش نلعب بها ومن بعد نبعثها كا. فهمتك. وكي ترجع وتبدا نادمه وتطلب السماح وتعاود وتتصلح وما عادش تخونك توافق؟ ليه. كهو قلبك غيري مش كان انا، فما غيري برشا فما. ماكش تعطيها معناتها فرصه اخرى؟ ايه ما نعطيش للي يجي انا فرص. كهو انت قمت عليها ذهب؟ اي. قلبك معبي؟ اي مش برشا، اما سيين مشت عندها عام تو الحكايه عام ناوي. سيين نسيتها. وكي تعرضك تو في الشارع تحس حاجه ولا ما تحسش؟ ما نحسش شيء، كاني ما ريتهاش نتعدى على روحي. عباره عبد عادي معناتها؟ اي تري ترونسبونون مش عبد عادي. لا نعرفها لا تعرفني. فهمتك. وماكش ناوي تعاود حياتك انت؟ هي تو تجيب طبيعتها مش تو، وانا مخي في حاجه اخرى تو. مخك فيش تو؟ نستنى وقتاش ناخذ الدبلوم تاعي ونخرج من تونس. شنو تعمل انت ديبلوم بالضبط؟ فيش تعمل؟ فورماسيون كوافير. فورماسيون كوافير باهي. وين ناوي تخرج بها؟ نخرج بها لاي بلاصه، المهم نخرج من تونس. اه يعني انت تو نخرج منها كاو. باهي، يعني انت تو مخك ما عادش في الحب وما عادش في التصحيب. فما برشا حاجات اخرى خير منهم. يعني فما حاجات اهم. اي فما حاجات اهم، هذاك تو يجوا بطبيعتهم الحب والتصحيب.
يعني انت تحب تكون وتحب تجيب المامو. ايه ياك ياك. تحب تجيب قورية؟ ايه. اغزلي في عيني. ايه. تحب تورقة؟ ايه. ليه انا باش نخرج بدبلومي بوراقي بالطبيعة يا اخي باش نخرج هكاكا. وتحب تجيب قورية؟ ايه بالطبيعة. فهمتك. مالا قولي انت قصيتها مع الاخر على خاطر انت تحب تجيب قورية. ليه هي جت بطبيعتها هكاكا معناتها. فهمت كيفاش؟ كنت تستنى فيها؟ ايه بالطبيعة باش يجي عارف باش يجي وقته باش نمشوا على رواحنا معناتها نتفارق. أكيد تي لنا ما عندكش فيها ثقة. أم فماش ثقة هون. أكيد تي كنت متأكد اللي هي باش تمشي. إي مش متأكد معناتها عارف شي نهار باش تصير حاجة وباش نتفارقوا معناتها. معناتها أنت المثل لهنا تقلبوا نساء والزمان وفيهم شمال. إي هكاك. هكا ورجال أنتم ما عندكم حتى غلطة. ليه جونا مريقلنا. جاكم مريق الرجال الكل مريقلين. مريقلين الكل. الكل مريقلين. الكل. ذريت من برشا عباد، تغدرت من برشا عباد، حتى أولاد معناتها. ريت كيفاش هاك جيت حتى الولاد فيهم الغدره حتى الرجال والزمان فيهم شمان هيا العاد مش الكل مش فيكم الغدره اي مش الكل انا إيه ما عنديش منها هما باز عندهم ما نعرفش تو معناتها جاي معاي من هما قال لي باش نمشي معاك تعمل لي بروشينغ وين نقرا يا يعني. معناتها انت جاي تو مع خويا انا كيفيه والبحر تو باش لي تو معايا انا نجم هما السنتر نتاعنا السنتر اللي قري فيه هو خير معناتها خير من السنتر اللي نقرا فيه يعني. فهمتك. عرفت عاد معناتها انا نتعلم خير منك و كيفاش؟ فسر لي فسر لي كيفاش؟ ليه؟ باش تخرج قبلي؟ نخرج قبلك و وقتاش تعمل كل شيء دبلومك؟ 3 شهور مازالوا لي. انا مازالوا لي شهرين عاد انا قبل. انت قاعد عامل من شهر؟ 10. اي وانا 10 اما فما موضوع اخر انا هذاك عليه. نتقابلوا في الهروب وقدرة الهروب. راهو في الاخر الاولاد كل واحد كاتب له ربي كيفاش باش يخرج راهو. صيح ولا عادي انا نخرج عادي انا نخرج بالطياره ويخل يبدا في الطياره الوراية تتفرقع بيه يبعثوا له صاروخ ظهري ظهري حب الطرشه على الاخر يا تي ظهر عليه هكاك هذا يبعثوا له صاروخ ظهره عليه طفل هكاك هذا يقول لك صاحبي ريت كيفيه بالله وبكري شوي مع بعضنا راهو خذيت له سيجار وهذا قحاف ما خلو سيجار ويزيد يحب يفرقع هي كلمه هي كلمه تتقال اصحاب في السماء والسماء بعيده معناتها السماء بعيده اخر كلمه تو تنجم تحب توصل لنا تو اخر كلمه تحب توصل لنا نوصلها لكم ان شاء الله ربي معاكم وكهو لا فيما يخص الموضوع اللي حكيناه شنو تحب تقول اخر كلمه اخر كلمه والله كل واحد لازم معناتها يصلح روحه معناتها من برشا حاجات شوف في روحه هذيك حاجه غلط فيها يحاول كيف يصلح روحه منها معناتها